السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب ندى؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. طبعا فيديو السوق اللي نزل لكم امبارح، بصوا بصراحة للأمانة، بصوا انا كنت مسجلة طبعا، انتوا عارفين من يوم الحد، وعندي مشكلة في النت طبعا، بيعملوا تحديثات بيغيروا السلوك والكلام ده كله، فعندي مشكلة مش عارفة انزل لكم حاجة خالص، فقلت مش هينفع، هتصرف كده حتى لو اشحن باقة ولا اي حاجة بسيطة كده، واصور فيديو بسيط جدا جدا جدا، عشان طبعا كتبتولي في التعليقات فين نزلتش فيديو طويل ليه يا ندى، لما نزلت لكم الفيديو الشورتس والله غصب عني انا، لو عليا بص عايزة ابقى معكم صبح وليل وظهر ومغرب، نبقى على طول مع بعض، فاسفة جدا جدا والله، عندي مشكلة جامدة جدا في النت، فقلت النهارده برضو ايه يعني ايه والله، ولسه النت فاصل لحد الان، يعني انا فيديو السوق اللي انا حملته لكم اخر فيديو نزل ده والله كان برضو من باقه، انتوا عارفين طبعا الباقات لو شحنا ب 50 جنيه مش هي يعني مش عارفه اقول لكم ايه، بس لو هحمل فيديو هحتاج اكتر من كده، فانا طبعا ايه طبعا مش هيبقى عندي النت. اللهم اسالك من فضلك، اللهم اسالك من فضلك، طبعا مش هيبقى عندي النت واروح كل فيديو واروح اصرف عليه عشان انزله، فصراحة بصوا انا صبرت نفسي كده بالفيديو اللي قبل السوق، نزلت شورتس هو كده كده اوريدي كان متحمل على القناة، فهو انا بس عملته علني فقط، فجيت فيديو السوق بقى قلت لا، يعني انا كنت حملته ربع كده كان يعني زي 25% كده ولا حاجة تحميل، ولقيت النت فصل، النت اصلا بقاله النهارده اليوم اللي انا بصور لكم فيه الفيديو ده بقاله 3 ايام كده تقريبا الفيديو النت فاصل، فكملت باقة وخليت فيديو السوق يكمل تحميل على حسب بقى ما ايه ما هيحمل هنزله لكم ان شاء الله، بس طبعا برضو اتصلت طبعا بخدمة العملاء قالوا في تحديثات في الكابينة الرئيسية اللي هي الام نفسها بتاع النت، المشكلة مش من عندي يعني، عند كذا حد جنبنا هنا، لان كلنا خط واحد هنا يعني مع بعض جنبنا، فالكابينة الام نفسها ففي تحديثات فيها بيغيروا سلوكه بيعملوا حاجات فيها، فقلت طبعا انا مش هفضل كل ده طبعا من غيركم، طبعا انتوا بصوا ايه خدت عليكم وانتوا خدتوا عليا، وعمالين تطلبوني في الكومنتات يا ندى ما نزلتش فيديو طويل ليه، ندى ما نزلتش فيديو طويل ليه، فقلت لا والله لا اتصرف، حتى لو الفيديو هيبقى ايه 5 6 دقايق كده حاجات بسيطة على قدنا، مع ان انا رغاية اول ما بفتح الكاميرا كده بص بنسى النت فاصل وبنسى الباقة اللي بتتحمل وبنسى التصوير وبنسى كل حاجة، وبفضل برغي معاكم كده اكنكم معايا، فقلت النهاردة بصوا ايه هطلع اصور فيديو بسيط كده معاكم، بسم الله ونفتح كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بص انا فتحت طبعا عليهم وشفتهم، طبعا في ارنب ميت جوه اللي هو الارنب اللي رجليه كانت معوجة، بسم الله ما شاء الله، بصوا عشان هما جعانين، هيموتوا من الجوع، بسم الله ما شاء الله، بسم الله اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، بصوا نخف بس ايه عشان ما يبقاش في ضغط في حته واحده، بسم الله بسم الله، بصوا طبعا الطيور وحشتكم، وهي الطيور نفسها والله وحشها التصوير، يعني الطيور بقت مستغربه انت ما بتصورناش ليه، انا بقالي 3 ايام ما صورتش، يعني الشورتس اللي نزلته كان موجود اوريدي على القناه، وفيديو الصوت طبعا انتوا عارفين ان انا مجهزه لكم من يوم الحد، فجيت بالليل كده كنت في ايه اقولها لكم ازاي، في تعليق كده كانت واحده بتسالني على حاجات، فبتقول لي انا مستنيه فيديو السوق، فعلا كنت بظبطه، في اصوات كده طبعا انا بخف لكم الاصوات عشان ما تبقاش مزعجه جدا بالنسبه لكم، وبسجل بصوتي انا، فكنت بظبطه، قلت والله انا حاليا دلوقتي ماسكه الموبايل وبظبط لكم في الفيديو وهسيبه يحمل طول الليل عشان بكره ان شاء الله يبقى جاهز، للاسف يا دوبك ظبطته، طبعا انا دست تحميل وسبته ونمت، قمت لقيته لسه 25% ولقيت النت فاصل، فالنت قطع، ايه ده ايه ده، تعالي رايحة فين يا حاج، الرومية بصوا الوز مش طايقها، تعالي رايحة فين، وديك الرومي مش هنا، ايوه ايوه حسي بيها كده، حسي بقى وخشلها، لا ده بيدور على لقمة العيش فالمهم ايه لقيته فصل، قلت لا طبعا ايه عندي انا باقة بتاع التليفون كده كده بتاع الرصيد، قمت فتحها ميكسات وحملت الفيديو منها، الفيديو بسم الله الرحمن الرحيم، بسم يا عيني
حبايبي داسوا عليهم يا عيل. بسم الله بسم الله. الفراخ الصغيره داسوا عليه. بص بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. البط عامل زي البهيم صورة اللفظ يعني. فبرضو سبت الفيديو يحمل لقيته خلص البقة كلها. والله والله خلص البقة بتاعتي كلها وما كانش اتحمل لسه. فقلت لا خلاص هتصرف كده ان شاء الله. وايه هشحن باقه تاني لحد ما النت يشتغل، لان كلمت اللي هو مسؤول النت عندنا هنا في المنطقه، قال لي والله في تحديثات ومشاكل ومش عارفه ايه وبنظبط الدنيا كده ومش هيشتغل دلوقتي. قلت لا خلاص، رحت جايبه بقى مكمله باقه، قمت مكمله تحميل الفيديو من عليه عشان انزله لكم. برضه رنيت عليه قال لي لا المشكله ما زالت مستمره ولسه في تحديثات ولسه بننزل سلوك جديدة ومواويل جديدة بقى وبتاع. قلت لا انا ما فيش خلق الكل ده طبعا. فقلت هطلع معاكم، بس انا مش هطول مدة الفيديو قوي عشان طبعا ايه لما صلى وسلم وبارك على محمد يتحمل بسرعة يعني ما ياخدش من باقتي كتير زي فيديو السوق كده. طبعا انتوا فاهمين انا قصدي ايه بقى، يعني ايه مش هتكلم اكتر من كده بقى. انتوا عارفين ان الباقات دي بتبقى غالية جدا جدا، والواحد بصوا من غير نت، النت مش عارف احنا زمان كنا عايشين ازاي. احنا حاليا من غير نت زي اكننا من غير مية ونور وهوا مش عارفة يعني. النت فاصل بقاله كذا يوم اهو، بس تحس سبحان الله ان الواحد ايه المود مش متظبط كده وفي حاجة مش تمام. فمين زينا كده، النت بيفصل بص اكن بص ايه قفل المود وقفل اليوم والجو ما بيبقاش تمام. قلت بس ايه اصور معاكم حاجات بسيطة بس كده. بسم الله. طبعا انا فتحت عليهم قبل ما افتح معاكم الكاميرا، لقيت طبعا الارنب ده ميت. انتوا داخلين ورايا ليه؟ انا حطيت اكل بره مش هحط تاني دلوقتي. بسم الله. الارنب ده ارنب، هم عندي ارنبتين رجليهم فيها حاجه غريبه كده من ورا، فده كده اتكل على الله مع انه كان بياكل يعني مش عارفه ازاي الحاجه بتاكل كده. بصوا شايفين التاني اهو، بصوا بياكل وزي الفل وكل حاجه تمام، بس برضو انا عارفه ان هو مش هيعيش اهو. هو ده اهو شايفين رجليه عامله ازاي، اتمنى تكون واضحه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني بقى ناخده واحنا نازلين، مفيش حاجة برضه. بسم الله الرحمن الرحيم. طب ما شفناش بيض صحيح. بعد اذنكم يا كتاكيت، بعد اذنكم بعد اذنكم عشان ما هرس حد برجلي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله. بسم الله. سكينه. بسم الله الرحمن الرحيم. هم فاكريني جوه هحط اكل، انا مش هحط اكل والله. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا رجلي عاملة ازاي. هو ده التاني مش هيعيش برضه عشان ما تعبش نفسي معاه. حبيبي طيب حبيبي. بسم الله. الفراخ الصغيرة منهم كانوا جعانين، انا النهاردة طبعا طول اليوم يعني طلعت صراحة فطرتهم بس يعني دلوقتي طبعا العصر اذن واخر النهار، فطلعت فطرتهم الاول. قمت طالعه بقى ايه مخلصه شويه ورق بصوا 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 مش هينفع كده مش هينفع كده. بصوا عمالين يهرسوا عليهم برجليهم مع ان ما خلاص ما فيش اكل بقى، ما تقعدوش تهرسوا فيهم كده. طلعت فطرتهم ومشيت، رحت خلصت شويه ورق برضو ايه لان بحول لنور بنتي من مدرسه لمدرسه، فطبعا بصوا كان هيموتوا من الجوع.
طلعت بقى، اول ما طلعت بقى لحقتهم زي ما انتوا شفتوا كده، كان ناقص يموتوا بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طبعا دخلت عند البطيه بتاعتنا في بعض بيض الفراخ. صراحه بصوا، عشان ايه اكمني، انا لسه حطاه ما كملش طبعا تقريبا اسبوع، فهو لسه يعني شك ان فيه وشك ان ما فيهوش. وبيض الرومي انا تقريبا هي كانوا ثلاثة تحتها تقريبا، كانت واحدة مش موجودة، حتى في قشر هنا، قشر بتاع بيضة اهوت تقريبا كلتها. والبيضة دي التانية بتاع الرومي لقيتها برضو فاضية، ما فيش تحتها الا بيضة واحدة للرومي دي. انا شك ان هي فيها اللهم صل وسلم وبارك، شك ان هي فيها جنين فسبتها لها بس كده. دي برضو ايه، بس مش هعمل معاكم صراحة عشان ايه الفيديو ما يطولش جدا وهيعوق في التحميل. انا طبعا هغير لها المية وهحط لها شوية اكل. طبعا الطيور بتاعت الكتاكيت الصغننة كده النهاردة، بصوا الطيور هرستها بمعنى الكلمة. فلا دلوقتي هخلص معاكم وهدخل الطيور بتاعتي الصغيرة كلها جوه مع الارانب مع الرومي زي ما كانوا في الاوضه، واحط لهم برضو من نفس الخلطه دي، هزودها شويه رد على تشيش على عيش هقطعه، مش هبله بقى صراحه عشان الارانب طبعا، واحط لهم في قلب الاوضه وادخل لهم الميه. وهنا بره هحط لهم شويه دشيشه مع الميه، والوز بقى هدخله برضو هنا مع علو جراوه، وهغير له الميه وهحط له شويه دشيشه على رد نفس الخلطه اللي هعملها للارانب والرومي والفراخ الصغننه جوه، هعملها للوز بتاعنا. وهخلص بقى على كده عشان فيديو النهارده ما يكترش معاكم. بصوا بيض الرومي اهو يا جماعه، بصوا اهو عندنا بيضه، جبنا بيضه اهي، نجيب بيضه. بصوا الفرق بين بيض الرومي اهو، اتمنى يكون واضح الفرق بين بيض الرومي والبيض الفراخ العادي. بصوا تحسوا ان هي منقطه كده زي ما انتم شايفين اهي، انما بيض الفراخ يعني ما فيهاش اي نقط ولا اي حاجه. اهو الفرق اهو بين الاثنين، هو تقريبا بيبقى نفس لون بيض البط كده، بس بيض البط ما بيبقاش منقط زي كده، بيبقى نفس الدرجه الغامقه دي كده، بس بيبقى مسطح كده ايه، ما فيهوش نقط ولا اي حاجه زي بيض الفراخ. بس ده الفرق بين بيض الرومي وبيض الفراخ. بس وكده حبايب قلبي، بصوا انا عايزه انهي معاكم الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حطاهم للفراخ الصغيره يا معفنين. بصوا حبايب قلبي بقى، اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم ونال رضاكم، واتمنى بقى تعذرونا في مشكله النت اللي عندنا ديت. بشكركم جدا جدا على سؤالكم عليا ودعمكم ليا، واتمنى الكل داخل جديد على القناه ما ينساش يشترك فيها ويفعل الجرس للكل. وكمان لو اول مره بقى تخش على ندى كده وبتشاهدي ندى وما بتحطلهاش اللايك، لا فضلا وليس امرا حط اللايك على فيديوهات ندى العسل كده. طبعا والله في ناس اول ما بتخش على الفيديو كده، اول ما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، بيقوموا على طول في كومنت اول لايك وعليها افضل الصلاه والسلام. بقول لهم ما تحرمش منكم يا حبايب قلبي، دمتم في حياتي نعمه ودمت في حياتكم نعمه كمان. يا رب ايه ما نتحرم من بعض كده، وكتر يا رب من اللايك والشير. اللهم امين. اشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.